طيب هنروح بقى لخبر تاني مهم. برضو الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع اليوم لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية، وكنا طبعا البرنامج ده تم الإعلان عنه قبل كده ضمن تنفيذ مخرجات سياسة ملكية الدولة، وكانت حتى عرضنا لحضراتكم مجموعة كبيرة من الشركات والبنوك وطبعا الهيئات الاقتصادية المختلفة، وكنا عرضناها لحضراتكم في جدول هنا يعني في 90 دقيقة. والنهاردة الخبر يمكن متعلق بأنه ده متعلق طبعا بتنفيذ برنامج الطروحات، وهيبدأوا بإجراءات طرح شركتي وطنية وصافي من خلال مستشار الطرح يوم الأربع المقبل، وأعتقد دي أول الشركات اللي هيتم طرحها في البورصة بعد برنامج الطروحات. كمان هيقوم بالتواصل مع المستثمرين وإتاحة البيانات الخاصة بالشركتين، والهدف طبعا هو تعظيم قيمة الشركتين وجذب مستثمرين من القطاع الخاص أو المحلي أو الأجنبي بعد كمان إتمام عملية التهيئة للطرح واللي بيشرف عليها صندوق مصر السيادي. دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي معانا منورنا، اهلا بيك يا دكتور. يا اهلا وسهلا ومرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني احنا كنا شفنا برنامج الشركات اللي هي مطروحه للبيع او للطرح في البورصه، اعتقد ان احنا دول اول شركتين من بعد البرنامج اللي تم الاعلان عنه اللي شمل اكثر من 30 شركه تقريبا وفندق وبنك، يعني كانت القايمه كامله عرضناها قبل كده كذا مره وموجوده طبعا على صفحه مجلس الوزراء. ده اول طرح حقيقي بعد الموضوع صح؟ نعم بالفعل، هو يعني احنا بصدد طرح شركتين، شركة الوطنية للخدمات البترولية اللي هي بنشوفها في كل الأماكن، وشركة طافي اللي هي بتاعت المياه المعدنية. وبالتالي بتتبع جهات سيادية يعني. نعم، وبالتالي الشركتين دول يمكن هيخشوا قطاع من أهم القطاعات اللي موجودة في السوق. القطاع الأولاني اللي هو قطاع خدمات الطاقة والخدمات المساندة، ده بيمثل حوالي يعني تقريبا 1.25% من حجم إجمالي السوق. وبالتالي دخول معلش شركة زي معلش حضرتك قول لي آخر جملة تاني معلش. نعم. يعني احنا لو جينا قسمنا السوق البورصة المصرية هنلاقي انه في عندنا قطاع من ضمن القطاعات اللي موجودة اسمه قطاع الطاقة والخدمات المساندة ليه، اللي احنا بنشوفها يعني يندرج تحتيها البنزينات والحاجات اللي احنا بنشوفها في الشارع. الوزن النسبي من القطاع ده موجود حوالي 1.24%، يعني 1.25% من اجمالي السوق. وبالتالي من الاهميه ان القطاع ده يشهد طفره كبيره ويشهد دخول شركات زي الوطنيه عشان يعمل نوع من الانتعاش ويجذب راس مال جديد وينوع من الانشطه اللي موجوده جوه السوق. القطاع الثاني اللي هو بنتكلم على الأغذية والمشروبات هيندرج تحتيها المياه المعدنية، ده بيمثل حوالي تقريبا 7.25% أو 7.3%، يعني 7.3% من المية. وبالتالي الرقم ده برضو إلى حد كبير هيمثل نوع من الانتعاش للسوق. يعني يمكن الشركتين دول شركتين منضبطين بشكل قوي جدا، عندهم رأس مال قوي، بنتكلم في نمط اداره ورقهم جاهز بقى وبياناتهم جاهز، وده بيتهيألي للشفافيه مع اي حد بالزبط عايز يخش كمستثمر. لكن شكل كمان واسلوب واليه الطرح هتكون ازاي لو نورتنا بقى؟ يعني هو وفقا ل الطرح كامل يعني طرح لا هيكون انا اعتقد ان هو هيكون وفقا للبيانات الرسميه اللي اعلنت هيكون بطرح جزئي، هيتم طرح الطرح الجزئي ده بيشمل الاتجاهين. لو ناس موجوده جوه السوق المحلي افراد او مؤسسات من الممكن ان هم يكونوا محافظ ماليه لو هم جدد ويبداوا ان هم يشتروا عادي، او يكون في مستثمرين استراتيجيين جايين من بره يبداوا يدخلوا السوق ويعززوا من حجم راس المال اللي موجود. وفي الحالتين هو الهدف الاساسي لطرح الشركات هو اتاحه الفرصه بشكل كبير للقطاع الخاص وتعزيز كفاءة السوق المحلي، بما يهدف طبعا إلى تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. يعني الهدف الأساسي من عمليات الطرح إن احنا أو إن الدولة إن هي تدي فرصة أكبر للقطاع الخاص بما يهيئ من المزيد من استثمارات والمزيد من نمو إلى آخره.
عندنا حجم سواء بقى كان سواء محلية أو أجنبية أو الأجنبية. هو خلينا برضو نكون، لكن الجزء المتفق ما لم يعلن عنه قبل، يعني نسبة كام من الشركة؟ يعني هو كلها أقاويل وكلها نسب يعني متداولة ما بين القطاع أو المتخصصين. بس هو هيتعرف لأنه بعد يومين يعني خلاص الطرح كده لازم يتعرف بالضبط. وبالتالي لازم يشمل الطرح كافة المعلومات والبيانات عن الشركتين وحجم رأس المال لكل شركة قد ايه، ونسبة الأسهم، عدد الأسهم قد ايه، والنسبة اللي هتتقال، كل ده هيعلن، دي كل ده هيعلن بشكل رسمي وهيعلن بشكل للكل. يعني مش هينفع يكون في معلومة عند طرف طبعا دون طرف آخر. طبعا معلومات متوفرة وبتوفر للجميع. نعم. بتبقى نعم. كمان على حد يعني ما فهمش في بورصة قوي، بس انت بتشوف كمان السجل المالي للخمس سنين ورا على الأقل، كل ده دي شروط الطرح، دي كلها شروط بيتم الطرح وكل نعم. شيء يعني. نعم. وبالتالي الطرح هيشمل تقييم رأس مال الموجود للشركات، هيشمل عدد الأسهم وكل شيء، عدد الأسهم هيشهد. طب في سؤالين هنا يا دكتور. السؤال الأول، هل ده ممكن يأثر إيجابا على البورصة المصرية، خاصة احنا النهاردة تكبدنا خسائر كبيرة اعتقد 28 مليار، او صحح لي لو كنت مخطئ يعني. هو بص خلينا نبقى متفقين، ولا ومن خلال حضرتك برضو نصحح بعض التداول لأن البورصة خسرت أو كسبت. هي البورصة لا بتكسب ولا بتخسر يا جماعة، هو عملية يعني. هو طبعا المكسب والخسارة مش يعني مش هو يعني بالضبط يعني مش هنصحى الصبح نلاقي أن الشركة مثلا شركة فلانية خسرت فمعناها أنها مش موجودة، لا طبعا مفهوم. ولكن عملية التقييم بيدي مؤشرات هو أنا أعتقد أنه هو ده بيدي مؤشرات انفسترز يعني في كل حتة. انا اعتقد ان هي تهيئه لعمليه الدخول، يعني كل اللي موجود او السيوله اللي موجوده مترقبه عمليه الطرح اللي ممكن تكون موجوده عشان تكون مستعده ليها. عشان كده انا اعتقد ممكن يكون الانخفاض اللي كان موجود هو ده كان سببه الاساسي. وبمجرد ما يتم اعلان الشركتين بحجم راس مالهم وعدد الاسهم والتقييم بتاع راس المال اللي موجود والنسب اللي هيتم طرحها، اعتقد ان الامور هتاخذ فيه الارتفاع. يعني هنلاقي ان المؤشرات ارتفعت، خصوصا القطاعين اللي هم ذكرناهم اللي هم خاصين بخدمات الطاقه والخدمات المسانده ليه، دول هيشهدوا طفره كبيره ممكن تاخد يعني ترتفع بشكل كبير لي او تاخد السوق وتطلع، خصوصا انه عندنا قطاعات اخرى متداخله جدا مع قطاعات الطاقه يعني. جميل. طيب بالنسبه بقى للطروحات للشركات الثانيه اللي تم اعلان عليها من مجلس الوزراء دي، لسه ما فيش حد جه؟ لا احنا بنتكلم على 32 شركة يعني. يمكن دول اتنين منهم، فباقي 30 شركة او يزيد عن في معلومات شركة. طبعا معلومات شحيحة نعم. يعني بس هو الفكرة برضو معلومات. الفكرة كلها في المعلومات اتاحيتها او الاتاحة بتاعتها تكون في نفس التوقيت لكل الناس ولكل المتعاملين عشان ما يحصلش نوع من المغالطات، لانه السوق بشكل كبير هو سوق يعني يميل الى المنافسه الكامله، يعني كل المعلومات لازم تكون بنفس التوقيت بنفس القطر للجميع، بحيث انه ما ياثرش سلبا او ايجابا بشكل مقصود على مستثمر ومستثمر ثاني لا. اعتقد انه وفقا لبرنامج الحكومه اللي اعلنته من شهور، هو بنتكلم على 9 شهر 9 اللي جاي هيكون على الاقل فيه كمان 7 شركات هيتم طرحهم ويتم الاعلان عن البرنامج الكامل لهذه الطروحات، إن كان بشكل كامل أو إن كان بشكل جزئي أو إن كان بشكل للمحليين المستثمرين المحليين أفراد أو مؤسسات أو مستثمرين استراتيجيين جايين من بره. جميل جدا. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا. ودي أيضا معلومات عن أول طرح لشركتي وطنية وصافي يوم الأربعاء القادم.